هلا وحبايبنا، شلونكم؟ راح اليوم نسوي الكازيبو، حارة شمس تكت الكتل، بس فتحها من الباب، تصفيط الغراض، كل خشبة بمكانها، هذا أخذ وقت. راح نركبها مع بعض حتى تشوفون شلون تركيبها. شنو القياس اللي اشتريناه؟ 16x12. ومن وين؟ كاسكو. أوكي. وطبعاً شيل على قلبنا، ماكو كله أوت سول أوت، أقعد يومياً من الصبح أدور عليها. أوت، أوت. من شفت رأساً كليك بوت تو ذا كارت. كلهم عود قاعد يساعدوني، قاعد يشققون بالباكسات ويسوون لهم بيوت. ايه هناك اكلتني الشمس. سو حبايبنا، اليوم راح نخلي الكازيبو هنا وراح نوريكم طريقه التركيب. وعد اول شيء طلعهم كلهم من البوكسات وخلى كل قياس كل قطعه مع شبيهه الها بهذا الشكل. ميت وين تيكت، وهو جت تقريبا بثلاث بوكسات كبار، هذا مثل هذا البوكس اثنين وهذا اوكي. هذه القعده وديناها منا، هاي هنا ان شاء الله راح نخليها، فراح اليوم نعلمكم شلون راح نركبها. هاي بعد كل غراض مالوتها، يحب وعد اول شيء يرتب كل شيء علشان يبدا صح، وهذا هو الصح. طبعا هاي جايه الاعمده مالتها تقريبا 4 اوكي، وايد متحمسه حق النهائيات شلون راح تصير. الله يساعدكم. هلو هلو، هسه راح نركب القاعدات حتى اذا الريم ثبتها بالقاع زين. شلون تثبيتها؟ اكو هاي البراغي الها، ندخل البرغي من هنا مثل ما تشوفون، هاي هيك نركبها، بس نخليها اوكي تثبيتها بس، لان بعد وراها براغي حتى تصيرن ثبتها بالقاع قبل لا تضب هذا. تدق هذا ثبيتها، تجي تفتح هاي اللقمة، ها دخلها جوا، الضب الضب لحد ما تثبت عندك، لان بعدها خفيفة ما يحتاج السعر من هاي. بعد ما ثبتناهن ندقهن ندخلهن جوا، بعدين نجيب. طبعا كل برغي مرقمي لك وين يروح، كل برغي مرقمي لك وين يروح. اول شيء رجع اوكي، شوفوا هاي اول شيء سوى وعد انه صفت الغراض كلها حتى يعرف شنو القطع اللي محتاجها. حاليا بعد ما نثبت الرجلين حتى نثبتها بالقاع اوكي، نبلش نثبت هاي القطع مالتها زين. نبلش بهاي، طبعا انا خليتها وقايستها مو كلش، شوف هاي تصير فلات. حبيت المظلة ها، الشمس قوية ها، كلش قوية اوكي. خلينا برغية، بعدين نجيب هاي الكبيرة من هنا نخليها، وعد هاي أول ما نبلش نسوي أربعة هن يعني. من هنا فيت، هسه راح نسوي الفريم الداير ما داير. بعد ما ركب حطينا الرجلين هذا يصير على الداير اللي فوق، اللي فوق يجن أرقام كل وحدة حاطي لك بالورقة ايش قد رقم، 661 650 تركب مع بعض زين، تشوف شلون وتركب. وهاي اللي قاعد نشتغل عليها ركبناها. هسه راح نجهز 4 2 من هاي الكبار يصيرون 16 2 12 حتى شنو نركبهم فوق مع هذا يجي يركبون فوق وانتظرون. هسه راح نركب هاي الخشبتين مع بعض، البراغي مالتها خلي واشر واشر ثاني زين، بعدين دخلها من هنا
قاعده هيجي، وهذا مالته. زين خليكم معانا هسه. طبعا هي هاي قطعتين، القطعه الاولى تجي قطعتين بس تتركب من هاي، هذه القطعه الثانيه تجي من ثلاث قطع. شوفوا 1 2 3 أربعة، من أربع قطع. شلون؟ لا. واحد اثنين يا اوكي، وكلهن عليهن ارقام حتى ما تدور. اذا هاي الخطوة الأولى خلصناها، الخطوة الثانية اللي احنا قاعد نسوي هسه الشورت بيم، اللي هي هنا الطويلة وتجي القصيرة اللي هي 12 و16، فقاعد نركب ال 12. وأهم شيء يا جماعة تتأكدون من أرقام القطع، إذا حطيتوا القطع غير عن المكتوبة راح تتلخبطون. يعني شوفوا مثلا هنا قايل لكم هاي القطعة هذا رقمها 660 ليفت و 661 رايت، تنتبهون حق الأرقام. إذا قطعة واحدة لخبطوا بيها راح يعني راح تتعبون، فانتبهوا. شوفوا هنا كل قطعة مكتوب عليها الرقم مثل ما أنتم شايفين. يلا ما بقى شيء. هاي حبايبنا خلصنا جهة واحدة مع الشور، لازم تستخدمون هذا حتى شنو خلوهن مع بعض، خلوهن وتضغطوهن من تخلون البراني حتى تكون ايفن. زين حبايبنا خلصنا هيك، هنشيلها نسوي لها مكان. هسه خلصنا سوينا انا ووعد هاي الاثنين القصار اللي هي 12، وهسه راح نسوي ال 16. هاي طبعا احنا قاعد نحكي على اللي فوق، هاي راح يجنبك. ايه هذا يجنبك القصار هيك. بس شلون حاره؟ اي والله اتبخر. اي والله. يلا هسه خل ركبهم. اهم شيء يا جماعه ركزوا على الارقام، كل رقم وكل قطعه. صح هسه احنا اجينا باللونج بيم هاي سويناها، شفتوا هاي ام الثلاث قطع اللي هي القطعه اللي بالنص وقطعه منا وقطعه مناك، تتركبون بها الحديده هاي بالنص. دير باش لا تطيح على رجلي. ايه ما يخالف. وهاي نثبتها بعدين مع بعض مثل هاي، شوفوا هاي الطويله ثبتناها مع بعض بس بنصهم الحديده. اوكي طبعا هاي احنا خلصنا هاي اربعه اللي هم ينحطون على الاطراف. اول شيء وعد حط هذا العمود، بعدين جاب هاي ركبناها. طبعا هاي كلها بحدي، هاي قاعد اخلي هنا عندي عيان وجوز الكبولي بس. يا بعدنا ما ثبتناها بالقاع. ما بعدين اخر شيء بس السيده ثبت العمدان. ايه ما عندنا حد يساعدنا، سو راح نثبتها من فوق عشان نعرف القياسات بالضبط ايش قد راح تكون. خلينا ال 16 هناك وهنا ال 12. اوكي شلون سويناها؟ اول شيء ركبنا، اول شيء جبنا هذا حطينا الدرج، ركب هنا وعد واحد وهنا كان حاط درج ثاني حطها على الدرج الثاني، بعدين انا رحت مسكتها صعد وعد هنا وثبتها وهكذا. حطينا هاي 1 2 3 وفور، ركبناهم اللي فوق. طبعا هسه العاب ناريه مثل ما تشوفون لنا 4th of July، وهنا وعد قاعد يسوي الميزانيه مالتها علشان شنو نثبتها من تحت. ما ثبتناها اول، ركبنا اللي فوق اول. وهذا اليوم الاول خلصنا من الصبح، وهسه تقريبا الساعه 9 بالليل خلصنا بس الاعمده وحوالين هاي ركبناها. ان شاء الله باكر نكمل. صباح الخير، هذا اليوم الثاني وبلشنا. صباح الخير. صباح النور. قلت قاعد اسوي اليوم. وينك متاخره؟ لا فنشتك بس يلا. اوكي. محتاجينك ما يخالف. اي. امرنا الواحد القهار. يعني منو اللي قاعد يقول لك خلي هاي يمين ويسار وفوق وتحت؟ بوس انت، انت مو؟ بوس. إيه؟ يلا اشتغل عدل. يس لفها. بوس. لفها لفها عدل. العفو. لفها. ركبها عدل. لفها عدل. لفها. شنو هي شاورما؟ اي شاكوش الاسود ذاك. وين الاسود؟ اوكي هذا. سو هسه بلشنا، راح نركب هاي هنا الخشبه، راح تكون وحده هنا وهنا على كل زوايا، بعد ذلك راح نسوي السقف. السلام. لا عندنا ارسلني ساعد بابا. بسرعة روح جيب الشاكوتش البابا بسرعة بسرعة. شاكوتش أرسله. وين؟ بسرعة. وين؟ تاكو. يا رب بسرعة بسرعة. بابا تاكو. Thank you أرسله. Thank you. دريل دريل. دريل دريل بابا يريد. دريل.
عندنا هنا المساعد الصغير. بسرعة. اعطيها لبابا. بابا؟ يس بابا. اوكي. يلا. ثانك يو. هسه بلشنا قاعد نسوي السقف، طبعا السقف به اربع جهات، اثنين صغار واثنين كبار. هسه احنا مبلشين بالجهة الصغيرة. طبعا شوية اخذنا وقت على ما مكتوب كل قطعة ورقمها، لكن على ما عرفنا شلون نخليهم بالاطراف. وهنا معانا ايلان مشاركنا، ومعانا يزون قاعد يساعدنا. هسه اللي صار، ثبتنا اول شيء هذني الاطوال، ثبتناهم من تحت بس ما ثبتناهم من فوق على حسب الكتالوج. جبنا هذيل بالعرض، هسه راح نثبتهم اول، بعدين اخر شيء راح نثبت هذيل بالطول من فوق. هسه خلصنا هذا السقف الصغير واحد من عندهم، راح نسوي الثاني. طبعا انا جهزت الوعد الخشب، قطع الخشب، وهو هسه راح يجي ويركبهم. انا كلش احب ان اجمع الخشب، اشوف الارقام واحطنهم. وهاي سوينا الثاني، وقالوا لنا لازم نلفها ونخلي هاي القطعتين تحت. هذا الثاني طبعا من الرف، الرف اللي هو السقف الصغير. هسه بعد ما خلصنا راح نخلي هاي الروف بانلينج. يمه هاي راح نخليها الالومنيوم. هناك صراحة وعد يفتحها. هاي القطع الالومنيوم اللي هي على السقف راح يدخل لون. اوكي شو هنشوف شنو يا رقم ويا رقم بعد. يلا. عليها ارقام ولا هيجي؟ هو على الصورة كاتبين. شوف. نمشي يعني هنا. اكو لونج بانل ليفت واكو رايت. كل قطعة تجي عليها مثل النايلون، لازم نشيله قبل لا نركبهم. اكو يمين واكو يسار. يس. يا. هاي هنا خليناهم عشان نتأكد ان القياسات صحيحة، وهسه لازم نشيل هذا. طلع موضوعه كلش صعب، كلش قوي. هذا اليوم الثالث يا جماعة، بعدنا ما خلصنا. كلمة؟ اي ركبت هاي، جبنا هاي ركبناها بس شوي يعني مشغل مروحة. هاي المروحة ارسلان ايلان امهم انا 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 هم ايش اسوي؟ والله واحد يشتغل بحضانه. سو هذا خلصنا كلها، قاعد انت تلهيني، قاعد اصور لهم انا. ايش بيك انت؟ هذا اول شيد، شنو اسمه؟ السقف، السقف الصغير. راح نسوي واحد ثاني مثله. اوكي هاك ارسل، هاي ارسل انا اصور. يلا نايس. اوكي ثانك يو. هذا السقف الاول من الاثنين الصغار. هسه راح نسوي هاي كلش حادات هنا ليج. خلنا اوريكم هنا عندنا، عندنا هذا ايلاني. هاي ايلان محبوس. هسه قلبناه علشان نركب الاطراف. شوف هاي اطراف الحديد ركبنا هنا اللي تحت، بس راح نركب يمين ويسار. طبعا هذني الاطراف الحدايد لازم نخليهم بالصوره بالكتالوج مبينه ان هاي قالبينها وخالينها، بس شفنا شيء غلط، شفنا على اليوتيوب وشفناهم هاي هيك تتسوى، يعني هي على الوجه، على وجهها تركبون هاي، فانتبهوا. اذا ما عرفتوا شيء روحوا على اليوتيوب وشوفوا. تحياتي لكم، وقتنا الحر بس متصمت صايره. هاي لا تضبوهن قوي، تعوج هاي وبين تخرب شوي شوي. يا على كيفكم، شوفوا مو كلش. هسه بركب العازل هذا، طبعا خلوه شوي طالع اذا بزيادة عود بعدين قصونه. شوف بس اقول لكم شلون يقعد هنا، يقعد بالهاي العدل هنا يقعد. وهاي خلصنا من السقف القطعتين الصغار، وهسه مبلشين راح نسوي القطع الكبيره الاثنين، وباقي نركبهم فوق. هنا يزن اجى قاعد يساعدنا، قاعد يخلي البراغي هنا. نعم بعدنا قاعد نشتغل على السقف الكبير.
كل هالشباب قاعد تشتغل. شطور أرسلان قاعد يساعدنا ويركبهم. How much an hour أرسلان؟ حليب. قلاصين قلاصين حليب. قلاصين حليب. Yeah. High spacer تصير على ال 16. تتخلي من خلوها بيها الزرف لازم ويا الزرف هذا. أنا خد بس شغلة حتى شنو؟ إيش؟ سويها برغية. واحد هنا واحد من هنا. زين عيني. كبا هيك ترفعها شوي وهاي تتخلى بس على وحدة من عندهم. هاي السقف الكبير السبيسر بس قطعة وحدة ثانية لا. بعد ما خلصنا من السقف الاربع قطع جاب وعد اصحابه ساعدوه بس انه في رفع السقف لفوق وبعد ذلك وعد كمل الموضوع ولف البراغي او انه ربط البراغي فيها وثبتهم. طبعا هاي من بعد ما خلصنا الغداء كذا يوم. هسه رجعنا نسوي هاي اللي فوق نخلصهم. شفتوا هاي الاربعة؟ طبعا هاي الاربعة محتارين نقول هاي وين يركبون وين نحطهم. بعدين اكتشفنا انهم هنا. بعدنا حبايبي ما خلصنا سويناها هيجي جبنا هنا هذه مالت النار فما يصير نشغلها ويكون فوق هذا السقف فجابنا وعد هاي الشغلة هاي من هوم ديبو. بعد هاي الشغلات هنا راح يركبها بحيث انه يعني شلون تطلع برا حتى نقدر نستخدمها هنا. وجبنا الستاير نسيت ما صورت لكم بس خليني اوريكم هاي البوريات. البوري شوف وين حطيناه فوق يعني ما حطيناه هنا لا حطيناه فوق وثبتناه. هذا البوري الجبنة اللي هو مالت الغاز يعني مو مالت الستاير قلنا احسن لان مالت الستاير العادية دائما تجي شلون تكون قطعتين بس هاي قطعة واحدة احنا نريدها هيك قطعة واحدة ما نريدها قطعتين على مود خاف لا تفتح منا ولا شيء يعني لازم شيء يشلب بالنص فاحنا جبناها هاي كاملة. قربنا نخلص من اللوك النهائي. طبعا الستاير جبناهم اثنين باثنين بس ما صارت صارت الاربعة هنا يعني هاي ترى اثنين وهناك اثنين لانها وايد كبيرة. هنا ايش احنا خلينا اي شيء بس على مود الشمس على ما توصل لنا الاوردر الثاني من هذيلة الستاير. طبعا اليوم راح نسوي هاي المدخنة لان هنا انا ما اريد ازرف لها من فوق لان هذا تشينكو مو راح نطلعه من جنة. جبنا هذن ركبناها حشك هسه نشوف هاي مثل القفيص حتى للعكس نخلي هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ وهسه راح نحط اللمسات الأخيرة راح نكنسها وراح نجيب الكاربت ونخليها. متحمسة اوريكم قبل وبعد. شبيك شبيك قاعد تبكي؟ شغل كله علي وانت بس قاعدة سوبرفايزر. I am the boss. Boss. Yeah. اي سوي شاي. يلا حبيبي اكنس عدل. هنا 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 تعال هنا هنا بعد هنا هاي 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 اي هاي كيف طايحة هاي بايدك شيلها بايدي ما لا انا اريد كل شيء نظيف طالبوز. انا متابعين الحلوين يردون كل شيء حلو. اشتغل زين بابا ماكو فلوس بلاش بلاش. وهنا فرشناها يلا جيبوا ان شاء الله ان شاء الله بوب. بديتكم انا هسه بقى بس الديكورات علي. حبايبنا راح تشوفون النتيجة النهائية بس قبل لا نسينا نقول لكم لازم تاخذون بيرميت حسب ميشيغان $130 يكلف البيرميت وسهل مو حسب لكم صعب. شوفوا النتيجة النهائية وقلوا لي شنو رأيكم.
الله محمد. واخيرا طبعا يعطيك العافيه على هذا الانجاز الرائع اللي سويته. شنو حاب تقول للمتابعين؟ تعال منا لان الضوء والكاميرا. خليني اقعد احط رجل على رجل. تفضل. طبعا تستاهل تحط رجل على رجل على الانجاز العظيم اللي سويته، تستاهل. ام ايوني تستاهلين كل خير. لا انت صراحه ابدعت انك سويت هذا كله الشغل ومتعب وبروحك. انا بس السقف سويته بس ما قدرت اخليه. طبعا يعني ثقيل السقف. جبت اصدقائي. اي ساعدوا ركبنا بس شالوه وحطوه معاه فوق، بس هو ركب البراغي وسوى كل شيء. ها على البيرمت لازم تقول لهم لازم تسوون بيرمت. البيرمت يكلف 130 دولار اذا انتم بميشيغان. انتم بميشيغان يكلف 130 دولار تقريبا. واحسن لكم تسوون بيرمت. وثاني شيء الصبه اذا سويتوها لازم تكون هذه الارضيه 4 انش. ومن تسووها لازم يكون تحت مدقت وتخلون حصن. يس. وبعدين تسووها تصبوها، مو يجي يسوي لكم اياها. ترى الانسبكتور يجي اول ما يقول لك بيها تحت حصو يشيك، تحفر له حتى يشوف زين. هاي اذا انتم مسوينها قبل. اذا انتم مسويها وما ماخذين برمت، وحتى لو سويتوها وما اخذتوا برمت زين، واجى جيرانكم خبر عليكم ماكو مشكله، ما راح يعطوكم تيكت. تقدر تروح تسوي برمت. وشنو هي اسهل من عندها؟ تجيب خريطه البيت من عندهم، اكو مكان تروح تجيب خريطه البيت وترسم انت شنو سويت، ترسم الصبه زين، وبعدين تخلي قواعد وين الجازيبو. الجازيبو يعني هيك مربعات صغار، وتحط الصبه سمكها هالقد، تحتها حصو زين، قياسها هالقد وقياس الكازيبو. قياس الكازيبو وين قعدت؟ يس. وش قد القياس مالتها؟ وش قد بعيده من البيت لهنا؟ يعني مكانها تثبت وما يراد لها شيء، تدفع 130 دولار، بعدين يعطوك موعد وتثبتها، اهم شيء تثبتوها. شفتوا شوفوا هنا تزرف تحت بالقاع وتثبتها، لان اذا ما مثبتها ما راح يعطيك الموافقه. لازم مثبتها. هم يخافون يقول لك احنا فور يور سيفتي، يعني لان خاف تجي عاصفه، خاف تطير. هي شيء طيرها يعني، بس احتمال عواصف ما ندري. بس الحمد لله انا قبل من سويتها وخلصت اجت عده عواصف ما تحركت من مكانها قبل لا نثبتها. اي. وبعدين شغله ثانيه لازم من هنا لهنا 6 سنتي، انا خليت 6 انش. لازم منا لهنا 6 انش تخلون، انا خليت يمكن 9، شوي اريد اترك مجال زين. ومناك هم نفس الشيء، ومناك هم نفس الشيء، بس انا يعني هو قانونيا لازم تخلون 6 انش من جميع الجهات. هذا على الكود، لازم تمشون على الكود، حتى تركيبها على الكود. مو تجي تقول هذا البرغي يركب هنا، لا، نعطيك كل برغي الى مكان وين راح تخليه. مو تجي لا هاي البراغي يلا حطيتها، بعدين تشوف عندك نقص، وبعدين البراغي اللي تريد تخليها من تركبها يجوز تطلع الجهه. منو كان يقول لك هذا البرغي مال هذا المكان وهذا المكان؟ السوبرفايزر مالتي طبعا شرف علي ودوخني. اي. ومرات لحظه تعرفوا شو يسوي؟ مرات يغلط، يخلي يعني النوبه غلط. اي تخلي برغي غير، واقول لك قوم شيله، وفيشيله فعلا ويخلي البراغي الصح. انا لازم فوق راسه مرات. وين مناظري؟ مناظرك هاي مناظرك هنا. ليش شنو تريد فيها؟ عيد اشوف. شو تشوف؟ ها تو شفتي منو انتي؟ وصلت ساعه صورين تو شفت. مرات اتخربط. لا زين عيني. اسا قل لي شنو رايك بالديكور؟ لا عشت ايدك. وبالنسبه للادويه هذا اذا تشتروهن. اي اوكي. هنا يكون فيهم زرق، خلون بس سمارت سبتوهن. ما اعرف مو مبينه هنا، خلينا نشوف اذا هنا بهاي الجهه مبين. زين خليني. لا مو مبين هنا. الف لك الضوء هنا. هير وي جو. هاي شوفوا اللايتس يجون هاي من كاسكو، اشتريناها بيها. شوفوا هنا تقدرون تركبونها من فوق. ومن تركبوها يعني شوفوا هاي من هنا، هاي دخلوها جوا شوي، مو تخلوها نازله مو حلوه التي. اذا تطلع اي التي مالتها هاي خلوها شوي صاعده جوا وثبتوها حتى شنو بس هاي تطلع.
yes. اذا هذا الواير راح تخلوها الواير راح يدندل، ودائما ما تركبون سمته زين، خلي بسمارك وثبت. خلنا اقول لكم شغله، طبعا داير ما داير الكازيبو اللايتات كان وعد ابدا مو مقتنع بسالفه انه نجيب اللايتات هنا ونخليها، بس بعدين اقتنع وشاف الفرق قال واو. هسا نصور لكم بالليل راح تشوفونها ايش قد حلوه وايش قد هذه الاضويه بالليل تضوي القعده وتصير تخبل، صح ولا لا؟ صحيح. اعترف صحيح. اعترف. لا اعترف انا. يلا هسا انا من اسوي شيء غلط اقول ما سويت مثلك. او ماي جاد، لا هاي قويه، انا بعد هم اعترف. انا اعترف هم مثلك. لا مرات لا. اللي ما اكون على حق يعني اقول لا 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 لا. هنا خليني اوريكم شلون احنا ثبتنا شو يسمونها؟ الستاره. الستاره. طبعا هاي الستاره تجي مال برا. اوكي. هاي ووتر بروف. ومن فوق شنو ثبتتهم؟ ثبتتهم اكو يجي قفيص مال بايبات هيك. شوفوا شلون ثبتناهم. هنا اذا شايفينه. اوكي حطيت بسوار منه وبسوار منه وثبتت. وخلاص. هاي هي. حياتي؟ نعم. هسه اقول لك اختم الفلوج ويا متابعينا. اوكي حبايبنا ان شاء الله حبيتوا الفيديو. اوكي وراح تتعلمون ما يراد لها شيء، كلش سهله. لا تنسون متابعتنا وشير هذا الفيديو مع احبابكم، متابعتنا على الانستغرام واليوتيوب، حطوا لايك وكومنت وشير. قاعد اسوي يعني افكتات يعني صارت هسه قالوا لها بروفيشنال يعني قاعد نسوي حركات بالمونتاج هلي. ولا تنسون متابعتنا على اليوتيوب توك. وتحياتي لكم. وتحياتي من طبعا انا شوي ما حالق دحيتي تخبل بكل حالاتك زين باكر عيد. جميل جميل احلق ونحبكم. وهذا شكلها بالليل.